لصوص الزمن الجميل. من فترة مش بعيدة كان الحرامي بروفيسور في نفسه، يسرق أي حاجة، لحد ما دخلنا عصر التخصصات وبقى في الحرامي اللي يخليك تروح حافي، وحرامي الغسيل إيده تتلف في حرير، أما بقى حرامي الخزن فده الزعيم ما بينزلش غير في التقيل. وأنا نفسي أعيش أوانطة. أوانطة إيه اللي في الألفينات؟ دلوقتي حرامي جونيور قرر يوفر وقته ويريح نفسه بمكالمة تليفون يقولك أنا من البنك وهات رقم الكارت، ما تصدقوش وعلى بياناتك ما تعرفوش، عشان السرقة العادية بقت دلوقتي إلكترونية. لو اديت لأي حد أرقام بطاقتك البنكية أو تاريخ انتهائها أو التلات أرقام اللي على ظهر البطاقة، كأنك اديت لحرامي مفتاح البيت. ولو شاركت مع حد الرقم السري الخاص ببطاقتك البنكية أو الرقم السري المتغير OTP اللي بيجيلك في رسالة على تليفونك، كأنك بتديله مفتاح خزنتك. وخليك عارف إن أي تحديث بيانات مش بيتم إلا في فرع البنك، يعني مش في مكالمة تليفون ولا رسالة فيها لينك. السرقة العادية بقت إلكترونية، تتسرق بياناتك تخسر حساباتك. بنك مصر.